أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. All praise is due to Allah, peace and blessings be upon the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نستذكر معا أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه من دعاء في شتى المواقف، خاصة في مواقف العبادة. وقلنا إن الإنسان منا حينما يستيقظ في الصباح حتى يأخذ طريقه إلى بيت الله تعالى ليؤدي فريضة الله، فإنما هو يتوقع منه أن يذكر الله تعالى في سبع مواضع مختلفة، وقد ذكرنا ذلك ويمكن الرجوع إليها بإذن الله تعالى حتى لا نطيل على حضراتكم. لكننا اليوم بإذن الله تعالى نبدأ أو نستكمل معا مع ذكر سماه أو نسميه دعاء الاستفتاح فور تكبيرة الإحرام. We still learn how to remember Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the way the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to say and used to do in different situations. When we say Allahu Akbar, the very first takbirah of salah, which is takbirat al-ihram. وبالمناسبة تسمى تكبيرة الإحرام لأنها تحرم ما كان مباحا قبل الصلاة، كالأكل والشرب والمشي والكلام، هذا كله محرم في الصلاة، لذلك تسمى تكبيرة الإحرام. After you say Allahu Akbar, the very first takbira, takbirat al-ihram in your salah, there are some dua and some remembrance they are narrated about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. هي أدعية متنوعة، يعني نختار منها ثلاثة حتى لا ننساها، وممكن أن ترتبها لنفسك بهذه الطريقة. أولا تسبح الله تعالى وتقدسه، ثم تعلن أنك توجه وجهك لله تعالى وحده، ثم تدعو الله تعالى بمغفرة الذنوب. تسبح الله تعالى وتقدسه، توجه وجهك إليه وتسأله مغفرة الذنوب. هذه هي الأدعية. Now we have three different dua, three different remembrance we need to say, or at least to, you know, to say them once in a while in our salah, to pick one from them at least once you say Allahu Akbar. أولا تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولك أيضا أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ثم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هناك أيضا تكملة لهذا الذكر أو لهذا الدعاء، لكن نكتفي بذلك حتى نحفظه إن شاء الله تعالى. So we have three different remembrance. We call them the opening dua, dua al-istiftah, right after takbirat al-ihram, the very first takbir in our salah. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. The meaning, glory is to you, O Allah, and praise. Blessed is your name, exalted is your majesty, there is no God but you. We are saying the meaning in order for you to absorb it if you are an English speaker or if you are not an Arabic speaker. But still, you need to exert an effort to memorize it in order to say it with the exact statement and the exact words the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to say. So we recommend for everyone, even if you're not an Arabic speaker, to memorize the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this position and to say it in Arabic to the best of your ability. And then we say وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. I've turned my face to him who created the heavens and the earth. As I'm saying, I'm turning my face as a monotheist, موحد يعني حنيفا. وما أنا من المشركين, I'm not a polytheist. And then you ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. Oh Allah, separate me from my sin as you have separated the east from the west. إذن يا أحباب ثلاثة أدعية. أولا تسبح الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، ثم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هناك أيضا أدعية أخرى، لكن يعني يحرص الإنسان على أن ينوع بين هذه الأدعية، مرة تقول هذا الدعاء ومرة تقول هذا الدعاء، تجمع بين دعائين، تقول الثلاثة إن تيسر لك وهكذا. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us all amongst the people who remember Him subhanahu wa ta'ala day and night, every time and everywhere. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وصبحكم الله تعالى بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.